قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن الولايات المتحدة ستزيد العقوبات المفروضة على إيران من أجل منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية، وقال إنه إذا وافقت طهران على التخلي عن الأسلحة النووية فإن إيران ستصبح دولة ثرية للغاية. وأشار ترامب في نفس اليوم إلى أن العمليات العسكرية ستبقى كأحد الخيارات بشأن القضية المتعلقة بإيران. كما أكد ترامب يوم الجمعة أنه قد أمر بتعليق شن عملية عسكرية ضد إيران كانت تهدف إلى الانتقام من إسقاط إيران للطائرة الأمريكية بدون طيار، وقال إنه ليس في عجلة من أمره بشأن القضية المتعلقة بإيران. مساء يوم الخميس الماضي نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية دون الكشف عن هويتهم قولهم إن ترامب وافق على شن الجيش الأمريكي هجوما على أهداف عسكرية إيرانية متعددة بما في ذلك محطات الرادار والصواريخ، لكنه غير رأيه فجأة وأوقفت العملية في الليل، فيما كشف مسؤول مخضرم أنه عندما أوقف ترامب العملية فقد تم إطلاع الطائرات العسكرية الأمريكية وكانت السفن الحربية متأهبة في مواقعها.